من بالجهرة وصلنا إلى فقرة التغذية ومعانا اليوم الدكتورة أمل زكريا الأنصاري عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا وعضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل. راح تكلمنا موضوع وايد مهم هو كيف نخلص أولادنا من الشحنات السلبية من استعمال الآيباد والموبايل بالتغذية والأشياء الطبيعية. صباحك ورد وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد وصباح السعادة وعليك وعلى المشاهدين. وأنا قبل ما أبتدي أقول شكرا لكل المشاهدين على التواصل وما شاء الله على الاتصالات عن بجميع الطرق، وأنا أشكرهم حقيقة على تشجيعهم لي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. اكيد تستاهلين يعني، واحنا ما لنا غنى عنك هني في البرنامج. يعني يمكن سمعتيني في المقدمه، عيالنا ادمنوا للاسف على استعمال الايباد وهالشيء اثر عليهم بشكل سلبي على صحتهم وذهنهم، حتى يعني صار عندهم توتر واكتئاب واعصاب وكهرباء زايده على المخ. يمكن بعض الاطفال حتى عيونهم ضعفت نظرهم يعني بسبب الإجهاد، كلها بسبب الآيباد وهذه الشحنات السلبية. صحيح. فلكل داء دواء، دواء، وإحنا نبي الدواء منك علشان المشاهدين والمشاهدات وعيالهم يتبهون، خصوصا الأمهات. يعني أنا هني أكلم الأم لأن هي اللي موجودة في البيت وهي اللي المفروض تهتم بالأطفال. طبعا إحنا مثل ما نعرف أن استعمال الآيباد، الموبايلات، حتى التلفزيون، الإشعاعات اللي تطلع من التلفزيون كلها أشياء ضارة، لكن الحين حتى ابو سنتين عنده ايباد ما ياكل الا بالايباد. فهذا طبعا كله ياثر على قدراته الذهنيه، على استيعابه، على ممكن حتى يحصل عنده اضطراب في النوم. ممكن يسوي حتى عند الاطفال اللي اكبر سنا ممكن يسوي لهم اكتئاب، عدوانيه، تلاقين وايد عدوانيه عندهم في المدارس وتلاقين حتى في البيت ستريس وتوتر توتر شديد، وهذا ممكن ياثر عليهم. المصيبه الاكبر، أعوذ بالله من المصائب. إذا كانت لا، المصيبة الأكبر إن ممكن هذه الإشعاعات تلاقين حتى اللي مصابين بالأورام الدماغية، الأطفال اللي ما عندهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، تلاقين عندهم كانوا مدمنين على الآيبادات وعلى الموبايلات حتى وهم صغار. فبالتالي إن هذه الإشعاعات ممكن حتى تؤدي إلى طبعا الأورام الدماغية، إلى السرطان، إلى أمراض خطيرة. صحيح. ممكن تأثر على الجسم. احنا نبي ندور طريقه ان احنا اذا ما قدرنا ان احنا نتحكم في مراهقينا، في اطفالنا، في ان تركوا الايباد او ان اللي قاعدين على طول عند البلاي ستيشن، عند شو الطريقه؟ لازم يكون في فن يعني تعامل، لازم في مهارات معينه، مهارات حق الام طبعا انها تستعملها، او حتى حق الاب يعني انه شلون يقدرون يجذبون ابنائهم من هذه الاجهزه. للأسف ما يقدروا، يعني اذا احنا يقللون ما يقدرون يسحبوا، خلاص اصبح ادمان والله يسر من الجاي. ولكن احنا اذا ما قدرنا نسحب هالايبادات من ايدينهم شنو نقدر نسوي عشان نقلل الضرر الواقع على اطفالنا وعلى المراهقين عندنا، من حتى الكبار؟ اي والله حتى احنا كلنا. اي نعم. شنو الطريقه اللي احنا نقلل من هذه الشحنات ونطلعها برا الجسم؟ شنو الطريقه عشان ما نتاخر؟ عشان ما نتاخر. طيب اول شيء اقول حق الام بالنسبه للاشياء، نبتدي بالاشياء البسيطه. دائما اولادك دائما حاولي انك انت الملابس مالتهم تنتقين الملابس اللي هي مصنوعه من القطن. لان النايلون يزيد الطين بله. فانت دائما اختاري الملابس القطنيه. ايضا الجوارب، حتى الاطفال اللي قاعدين يلعبون ايباد سنتين، ثلاث سنين، اربع سنين، دائما لبسيهم الجوارب القطنيه عشان الشحنات تسحب. اي نعم. عشان تسحب هالشحنات السلبيه او ما تاثر عليهم هالشحنات السلبيه. المشط اللي انت تمشطينهم فيه، اتفقنا في حلقات سابقه انه لازم يكون من الخشب. حلو. لان النايلون ممكن يزيد هذه الحاله عندهم. دائما ايضا في حال انك انت، اقول حق الام في حال انك انت على لما تسبحين الاولاد، لما تحممين الاولاد، نستخدم نقط الليفه النايلون. الحين قاعد يتفننون في صنع الالياف. صحيح. المصنوعه من الاسفنج. من النايلون. صح. وكذا نقول ان الليفه لازم تكون صوف صوف صوف، او في عند العطارين اللي هو المصنوع من من الاوراق او من الليف مال جوز الهند. فهو ما شاء الله يعني يكون شيء طبيعي، ما يكون كل البلاستيك اللي عندك
الليف واستخدمي الصوف. حلو. ايضا اقول حق الام ايضا لازم يوميا الشبابيك تنفتح. نعم. بعد ما يروحون للمدارس الاولاد او نايمين تنفتح الشبابيك. لازم يوميا تنفض الشراشف. حلو. المخاد كله لازم الشراشف المخده تكون الغطاء مالها يكون من القطن 100%. ايضا المخده تكون من داخل مو سفنج مثل اللي متعودين عليه، لازم تكون من الصوف من داخل المخده. وبالتالي تلبسها ايضا قطن 100%. عندنا ايضا تصوروا ان حتى الفرشه ورود اللي قاعد تستخدمينها فرشه النايلون ايضا قاعد تسوي لك شحنات كهرباء. تصوري فممكن يعني بين وقت والثاني المسواج. ودائما كانوا حتى يعني الاطباء الخاصين في ملوت الكهرباء والطاقه دائما يقولون خلوا يمكم او مسكوا المسواج يعني وقت يعني مثلا لو 10 دقائق ربع ساعه مسكي الخشب هذا او المسواك هذا مسكي بايدك. ايضا عندنا هذه ممكن الام تحطها تحت الاولاد يعني مثل اللي يلعبون عليها او يمسكونها بايدينهم او يحركون نعم حق القدم او الايدين. هذه خشب ايضا هذه تسحب الشحنات السلبيه. حلو. عندنا الحين نيجي حق الغذاء اللي اصعب. دشينا باللي هذا. نعم. عندنا طبعا لا تقول للام لما انا اشرح التغذيه لا تقول للام خلاص يعني انسي انك تقولي لي عيالي مثلا ما يحبون هذا ما يحبون هذا. في مع انتشار باليوتيوب صحيح ملايين الطرق او الاف الطرق في صناعه الحلويات والمأكولات نخلطها مع الاكل اصلا دخلي هالاغذيه هذه القرع الاعشاب التمر تدخليها مع داخل الاغذيه اللي انت تصنعينها الايس كريم البودنج الكيك. نعم. ما شاء الله كم حتى السلطات يعني هني اشوف اشياء ممكن الواحد يخلطها حتى السلطات صح. عرفتي شلون؟ الحين احنا راح نتكلم عن اهم المعادن اللي تسحب الشحنات الكهربائيه. دائما حاولي فتش اليوتيوب على الاغذيه اللي تحتوي على المنغنيز وعلى الزنك والمغنيسيوم. هذولا داخل الجسم يسحبون الشحنات السلبية اللي موجودة أو الإشعاعات اللي خلفتها الأجهزة الإلكترونية. دائما هذا عندنا هني شاي أعشاب. هذا طبعا أنا قبل لا أكمل عندي هني هذا الجلاس الماي عشان أقول لكم بعدين إيش راح نسوي فيهم. راح أحط حبتين أبي المخرج يحط على هالجلاس هذا جلاس الماي حبتين فواره من المعادن. هذول ترى هذه فواره معادن وهذه فواره معادن مو حق الشرب. حطي الحين خليهم على ما يخلصون معادن. الحين اقول لك ايش راح نسوي فيهم. دائما استخدمي في اكلهم اللي هو زيت الزيتون وعندنا زيت جوز الهند فظيعين في سحب الطاقه السلبيه والاشعاعات الضاره اللي خلفتها الاجهزه الكهربائيه. لا تطبخين لهم في الزيت اللي قليتي فيه من اول. ومدام هو يستعملون الايبادات رجاء طلعي الجدور والمواعين الاواني الالمنيوم من البيت. لا تطبخين لهم في اي جدر او مقله الومنيوم لانها راح تزيد تزيد يبدلونه بشنو؟ ممكن الجرانيت تكلمنا التيفال وايد اشياء اللي ما فيها الومنيوم يطبخون حق عيالهم في الاغذيه. واحسن شيء التيفال صح؟ التيفال ممكن التيفال ممكن الجرانيت ممكن التيتانيوم اي نوع من انواع يعني الاواني صح. اللي ما فيها مضره. طبعا عندنا هذا بعدين عندنا الزنجبيل. طبعا عندنا مثل ما قلنا الجرامينيوم اللي هو بالتلبينه. الجرامينيوم اللي هو نوع من انواع المعادن مهم جدا موجود في التلبينه موجود طبعا الشعير موجود في عش الغراب اللي هو المشروم موجود في البصل موجود في الثوم. عندنا ايضا الكبريت موجود في الشمندر طبعا هذا مهم حتى حق البشره ويسحب الطاقات والاشعاعات اللي موجوده داخل جسم الانسان اللي خلفتها المواد الضاره. الشمندر وايد صحي الشمندر مليان كبريت ممتاز. وايضا القرنبيط البروكلي
الكركلي البصل الثوم هذه كلها مليانة كبريت. عندنا أحماض أمينية وايد 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 مهمة اللي هي السايستين تكلمنا عنه قبل، هذا أهم أمينو أسيد موجود اللي هو يمنع الآثار الضارة. أيضا عندنا التورين اللي هو مجرد ما تكونين تاخذين التمر وتاخذين التلبينة وتاخذين تكونين عندك فيتامين بي 6 خلاص يتكون الأمينو أسيد التورين اللي أيضا يمنع عنك وعن عيالك الآثار الضارة. طبعا عندنا عيالك سوي لهم الشاي هذا بعدين خلطي مع الحليب مع أي الآيس كريم المحلبية ما راح يبين طعمه وايد لذيذ اللي هو من اليانسون ومن الحبة الحلوة اللي هو الشمر ومن الكراوية. وأيضا هذا من أكثر الأعشاب يمكن اللي أقول لك اللي تمنع الأثر الضار مال الأجهزة الإلكترونية. عندنا المركب يمكن هو التوب يعني اللي هو اسمه الكلوتاثيون تكلمنا عنه في يوم من الايام اللي يمنع الارتعاشات، يمنع تلف المخ، يمنع نقص التناسق الحركي والتوازن. موجود في الكانتلوب اللي هو الشمام، موجود في البروكلي. والحلو ان الله سبحانه وتعالى خلق لنا بعد امينو اسيد اسمه الميثونين، موجود في وايد اغذيه، في الصويا، في الحليب، في الروب، في السمك، في التونه، في هذا شو يسوي. يمكن هذا الميثونين الحمض الاميني اذا نقص الجلوتاثيون من الجسم هذا يحاول انه هو يحول نفسه الى سايستين، من السايستين يحول نفسه الى جلوتاثيون يحيطه علشان ما يطلع برا الجسم. كل ما زادت المواد الضاره كل ما تحكم اكثر في انه يقاوم يطلع هذه المواد الضاره بحيث انها ما تضر جسم الانسان. حلو. الجلوتاثيون طبعا موجود في وايد اغذيه مثل ما تكلمنا، انا ما ودي اطول وين موجود، ممكن اقول لك اقول حق الام الاسم وهي تطلع في اليوتيوب. صحيح. عندنا طبعا عندنا من اثمن يعني اثمن غذائين اللي هما كان الله سبحان الله خلقهم للاشياء الضاره طلعها من الجسم، طبعا البندق هذا خاص حق انه يطلع الاشعاعات. عجيب البندق. البندق. نعم. ممكن حتى الام تخلطه مع النوتيلا. صحيح. وتزيد خلطه مع شويه ماي وشويه زيت زيتون بالبلندر وتزيده لما ينطحن يصير النوتيلا في بندق اكثر. نعم. وممكن تحطها حق عيالها في 100 طريقه بطريقه حلويه. طريقه حق الام انها تخدعها. التوت، التوت طبعا كلنا نعرف التوت. نعم. التوت فظيع يعني معمول كانه لسحب هذه الشحنات الله. السلبيه. نقول حق الام طبعا عندنا التمر، عندنا بذور عباد الشمس. نعم. هذا كله ترى ممكن تدخلينه بالحلويات بالأكل. بالاكل لا ما ماكو او حتى بالسلطه بأي ماكو شيء. ماكو يعني عذر انها تقول عيالي ما يحبون هالشيء. طبعا عندنا عصير البرتقال، عيالنا كلهم يشربون عصير برتقال، لكن شنو ابي منك لما تعصرين البرتقال البرتقاله بعد ما تغسلينها وتغسلين القشر عدل تبشرينها تحطين البشر داخل العصير. حلو. وتحطين شويه من العسل عليه وتخلطينه بالبلندر بعدين تصفينه مره ثانيه ويشربونه. هذا في مواد كيميائيه طبيعيه تطلع الاثر الضار مال الاجهزه الكهربائيه. عندنا اكيد هني يا ريت المخرج يحط لنا على هالتب السطل هذا السطل اللي فيه تراب، هذا حق الكبار حق الصغار، هذا تراب طبيعي مال الزرع. التراب الزرع احنا شريناه تراب يعني تحطين فيه ماده ينزرع. عرفتي انا شنو اسوي؟ هذا يتغير كل 4 ايام. راح تحطين المعادن اللي احنا سويناها. راح تصبينه على التراب اللي قبل شوي حطينا الحبتين. عفية عليك. وعندك هذا زيت، زيت الشاي علشان زيت الشاي عشان ما يكون فطريات داخل او كذا وبنفس الوقت يسحب الاشياء الضاره. نعم. ممكن نحط 4 نقط أو 5 نقط من زيت الشاي. راح نحط عندنا خلطه اعشاب من اللافندر من النعناع من. نعم. كذا راح نخلطها مع هذا. نعم. وبالتالي الام او العيال ممكن حتى يحبون يلعبون بالتراب. أي.
معروف انه متعارف طبيعي. عليه صح. يا يحطون ايدينهم فيها، انت تحطين ريولك فيه، تحطين تغطسين ريولك فيه، والافضل بعد لو كان عندك ماي بحر احد يبلش بقالون ماي بحر، دائما خلي عندك كل يوم تزيدين ماي بحر وتحطين ريولك فيه، تخلينه ثلاث ايام ممكن كل يوم تحطين ايدين اللي حال يلعبون فيه، يسحب طاقات عجيبه من الجسم. سبحان الله. الماي بالملح، وممكن نسيت هذا عندنا الملح الخشن. نعم. ممكن ايضا تاخذين من هالملح الخشن أيه. والذرين ايضا وتخلطينه. نعم. وياه. طبعا يقول لي المخرج جابر انه خلاص وقتنا مش بس اخر شيء. اخر شيء هذا زيت الحرمل، اسمه الحرمل. أيه. زيت الحرمل بس لا تاخذونه من العطار. هذا تندهن فيه بعد ما ينامون اليخال، تدهنين فيه قاعة الريق لغايه الركبه إن شاء. دهان علشان ايضا يسحب الطاقات السلبيه منهم ان شاء الله. الله يبعد عن الجميع ان شاء الله. الوقت وادري للمشاهدين يعني متحمسين يسمعون حلقات وحلقات. أيه. دكتوره شكرا لضيفتنا العزيزه الدكتوره امل زكريا الانصاري، والختام ان شاء الله راح يكون في مطبخنا مع الشيف سامي ومساعدته بوسه. ننتقل لهم الآن.